الدياثة، موقع أثري هام شرق مدينة السويداء على أحد فروع وادي الشام، أسس على أنقاض مستوطنة قديمة تعود لعصور البرونز من 1200 إلى 3200 عام قبل الميلاد. بقي من آثار هذا العصر مساكن دائرية مغروسة في السفح الشمالي للوادي. آثار الموقع الحالية تعود للعصرين النبطي والروماني، وأهم معالمها آبار الماء والكهوف وقنوات الري ومطاحن الحبوب المائية والمساكن الطابقية المميزة التي يرتفع بعضها لثلاثة طوابق. ما زالت أبوابها ونوافذها الحجرية موجودة وتمتاز بنظام التسقيف الفريد من نوعه الذي اعتمد القطع الحجرية الطويلة التي تشكل سقفاً للطابق السفلي وأرضية للطابق الأعلى. أهم المعالم المعمارية هو الحصن الروماني المخصص لحماية الموقع ونقطة دفاع متقدمة في قلب البادية، ويشرف على منارة الدياثة الحجرية التي تقوم جنوب شرق الموقع لإرشاد القوافل والحملات إلى أقرب موقع مأهول آنذاك وهو الدياثة.